هاد الجهه هي البنات خاص بالكسوه ديال الدراري الصغار اللي عنده شي بنات صغار بنوتات صغار صراحه ما شاء الله غادي يلقى شي حوايج ماشي غير حاجه فما شاء الله في هادو هادو شوف حتى البنات الصغار دابا داروا لهم الكسوه ديال الدونتيل شوفوا ما شاء الله كاينين هادو ولكن انا اللي عجبوني بزاف هادي عجبتني ما شاء الله هادي واعره شوفوا الكاليتي ديال التوب وعندها الساك ديالها وعاوتاني حتى هادو زوينين واعره هادي بالنسبه للاثمنه هي البنات قال لكم حتى تجيو هنا اللي عجبت لها شي حاجه تجي عندهم وهما غادي يقولوا لكم الاثمنه ديال كل شيء انا غير كنشارك معكم الجديد اللي عندهم شوفوا ما شاء الله بزاف ديال البنات طلبوا مني ندير لكم جوالات بحال الكسوه ديال الدراري الصغار البنات والولاد بالنسبه اللي بغات تشري لولادها العيد على تسع كاين بزاف ديال لي موديل صراحه وعندهم حتى ديال شويه ديال يكونوا هكا ب 4 سنين 5 سنين 6 سنين غادي نسولوا الاعمار اللي عنده في الكسوه هادي عجبتني بزاف شوفوا ما شاء الله هذا لونسومبل هادو شوف فيهم الالوان فيهم هذا وكاين هذا هما الالوان اللي فيهم البنات كما قلت لكم المحل ما شاء الله فيه الغوز فيه المارو وفيه هاد اللون هذا المهم انا عجبوني بزاف هادو صراحه الكسوه ديال الدراري الصغار ما شاء الله واعره رجوها واعره هاد العام هادي عاوتاني واعره في هادو ديال البنات الصغار وهادو بالنسبة اللي كيعجبوهم بحال هادو فيهم الألوان حتى هما يعني كيختلفوا في اللون ديال الجيلي كاين الغوز والخضر ما نعرفوش فيهم الألوان أخرين كاين هادو ديال البنات ديال الدراري صراحه ما شاء الله الكاليتي ديال الثوب واعر جي هي والسروال والتريكو والفيستا واعرين واعرين صراحه فيه الالوان كنت انت في حرمي ناس وحنا الطاس صراحه كاليتي الكتان دا ودا غادي تستخدمو تشيكيتا كومايول تساور في ليست الالوان كاينين بحال هادو المهم المحل راه كبير بزاف ما شاء الله فيه كل شيء شوفوا بحال هادو عاوتاني فيها هادي فيها الزرق والخضر وهاد اللون البيج يا خالد وعما ولك الشر نشفع شوفوا هنا باقي السلعة باقي كيستفوها انا فتحت واحد دابا خاطش انت تحكي من مالش عندهم هاد الجهة ديال الصباط السبرديلات يعني تجي هنا تشري راسك ولولادك يعني تختصري المجهود والوقت
كاين هادو، هادي واعره فيها البيج. وكاين هادو ديال الخلوق البنات، شوفوا ما شاء الله الالوان، كاين ديال البنات والولاد. هادو هانتي هادو يجيو مع لاغوف، شوفوا ما شاء الله المحل كبير البنات، فيه بزاف ديال الاختيارات. كاين هادي، كاين هادي واعره من عيد هذا هكا ريتيرا من عيد. انا وهاد الجهه كلها ديال السراول ديال الجينه البنات، شوفوا ما شاء الله، شوفوا هادي واعره، هادي زوينه بزاف. عندهم بحال هادو، الله يرزق الجميع البنات اللي كتمنى شي حاجه الله يرزقها. نصور لكم المحل كله، راه المحل فيه جوج جهات، جهه ديال الكسوه ديال البنات الكبار والعيالات، وفيه الجهه هذه ديال الكسوه ديال الدراري الصغار، وكان عندهم حتى الجهه ديال البيجامات، ولكن دابا البيجامات صافي بقات عندهم غير هادو. وهاد الجهه فيها بيجامات طوال بحال هادو، دابا دخلوا الاكثريه الكسوه. الجهه ديال البيجامات شوفوا ما شاء الله الكاليتي ديال الثوب، كيكونوا سخونين وخفاف. عندهم بحال هادو، هادو واعرين هادو البنات الصراحه. القميجه كي كتجي ملبوسه، البنات باقي السلعه، وهو على برا الواجهه ديال المحل على برا. شوفوا ما شاء الله عندهم بحال هكا، جوج جهات، جهه ديال الكسوه ديال البنات وجهه ديال الدراري الصغار. هاهو كيديروا التخفيضات، كيديروا بروموسيون لا في الكسوه ديال البنات ولا في الكسوه ديال الدراري الصغار. شوفوا ما شاء الله، راه اون فصل الشبيبه، راه معروف بزاف هذا المحل. شوفوا ما شاء الله الكسوه ديال البنات شحال كتجي زوينه، في اللبسه كتجي واعره. كيديروا بروموسيون بحال هاد التركاوات هادو، دايرين 100 درهم هادو، هادو كاملين دايرين ليهم 100 درهم، 100 درهم البنات هادو فيهم الالوان. الجوله ديالي في هذا المحل هي سالات، كنتمنى يكون هذا الشيء نال اعجاب ديالكم، كنتسنى تعليقاتكم وتشجيعاتكم بحال ديما، وما تنساونيش اللي عجبها الفيديو تبارطاجيه مع حبابها. شكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم اللي كتوصلني للانستغرام، شكرا على كلامكم الطيب، والى هنا خليتكم في حفظ الله ورعايته.